اسمح لي بس يعني استقبل التليفون ده دكتور كرم. قول لي مين الاول. استاذ عماد وحيد طبعا عضو مجلس اداره النادي. عماد وحيد اهلا وسهلا. تحياتي لحضرتك استاذ عماد حبيبي. مساء الخير يا محمد باشا. مساء الخير يا دكتور كرم. مساء الخير يا عماد بيه. ازي حضرتك؟ يعني من حسن حظي ان يعني اداخلك وانت ضيفا على قناه الاهلي. ده شرف ليا يا عماد بيه. المكان اللي نتشرف فيه بحضرتك. صحيح. كم اسعدني العمود اللي حضرتك نزلته من بضعه ايام يعني وحزنك على الرياضه المصريه. صحيح. استاذ عماد يعني هو دكتور كرم لسه احنا كنا بنتكلم في هذه الجزئيه وهذه الفوضى اللي ممكن تكون موجوده. احنا لغايه دلوقتي مش محددين هل هي وزاره الشباب والرياضه اللي هي بسبب هذه الفوضى ولا اللجنه الاولمبيه، ولكن كلامنا عن الفتره اللي فاتت اللجنه الاولمبيه هي اللي في الواجهه. فبالتالي يعني كان وجود حضرتك معانا على الهاتف ايضا لان احنا عشنا مرحله اللي فاتت كانت مواجهه ما بيننا وما بين او النادي الاهلي واللجنه الاولمبيه بخصوص اللائحه الاسترشاديه وهذه الفوضى اللي ما زالت مستمره حتى الان، وما زلنا احنا او ما زال مجلس اداره النادي الاهلي على رايه ومستمر على ان الطريق اللي هو اختاره بشكل صحيح. بص يا فاروق، الحقيقه انا بقول الكلام ده لاول مره. انا عدم قراري بعدم تكرار تجربة الانتخابات ده مش مبني بس على حاجات شخصية. يعني أنا كان ليا يمكن شرفنا بالدكتور كرم كردي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي، كانت في برج العرب، تبادلنا الحديث يعني في حاجات خاصة بما يحدث في منظومة الرياضة. وأنا قلت له أنا طبعا يعني وضعي في منظومه الرياضه اقل بكتير من ان انا احاور الدكتور او حد بقيمه الدكتور كرم. ده ازاي بقى؟ استغفر الله. علما وثقافه ومركزا يعني عندما يتحدث فيجب ان انصت. الحقيقه انا انأى بنفسي ان او ما اقدرش، بلاش انأى بنفسي علشان ما اتعرفش لحد. أنا ما أقدرش أشتغل في اللي أنا شايفه ده، أنا أباشر بتفويض من مجلس إدارة النادي الأهلي. لا، الدعوة التحكيمية اللي في مركز التسوية والتحكيم. الحقيقة أنا مش قادر أخوض في اللي حصل علشان الدعوة حجزت للحكم. وبقت في أيدي القضاء العادل أو هيئة التحكيم القضائية اللي هتنصف أكيد أصحاب الحقوق. لكن اللي أنا شفته إن يكون مركز للتسوية والتحكيم المفروض أنه مجلس محايد، وأي واحد لازم يبعد نفسه عن أي شبهات. يعني أنا لو عرض عليا مثلا إن أنا يعني أكون في حاجة النادي الأهلي طرف فيها، مش بس على يعني حب للنادي الأهلي مش هسيبه يأثر على نظرة المجتمع ليا. صحيح. انما يجي الاستاذ حطة يبقى رئيس مركز التسوية والتحكيم، وعلى رأي اللي بيقولوا المركز مركزنا والورق ورقنا والارض ارضنا والمبنى عندنا، تبص تلاقي انك انت مش عارف تشكل هيئة تحكيم لمدة 36 يوم علشان تنظر شكواك ما بين اعتذار محكمين وسحب محكمين واصل ده ما جاش النهارده وده جيبه. وبعدين ايه كمان؟ انت يا سيدي بتقول ان النادي الاهلي حالفه الخطا في انه يعمل جمعيته العموميه على يومين والكلام الفاضي اللي احنا بنسمعه. طب انت طالما متاكد كده من نفسك، طب ما تسيب الامور تمشي وبلاش تسوف وبلاش تعطل القانون. المشكله ان ده تبص تلاقي بقى ده ايه لما تيجي تمسك بقى الامور بقى تاخد بالك منها، تبص انها تحالف ثلاثي. اللي هو بسميه تحالف الشر او قوى الشر. استاذ هشام حطب لما يتزنق يبعت يجيب حسن مصطفى من الحقني من لوزان ولا من سويسرا، ويخش بقى الوزير يشوف بقى حسب بقى الجو بقى ايه، هيصيبه بحاجه ولا يبعد.
ما هو الوزير ساعات يبعد وساعات يقرب. لو احتفاليه او حاجه يعني حاجه من اللي احنا بنعيشها تبص تلاقي موجود. لو هيتورط في حاجه هو مش موجود خالص واللجنه الاولمبيه سيده قرارها. هذا هو مصير الرياضه المصريه اللي انا اتفق مع ما سطره اخي العزيز الدكتور كرم كردي احد ال يعني المتضررين على بلده ورياضه بلده في غيبه كل الناس. يعني انا طلعت قلت للناس يا جماعه حد يتدخل، الراجل ده بيعمل حاجات ما ده انا بسمع حاجات غريبه جدا. مش اللي يشيله مش عاجبه مش عارف عطى بتاع الالعاب القوي يطلع له قانون دكتور وليد صحيح يعمل انتخابات لجنه مجلس اداره اللجنه الاولمبيه و11 نادي. انا والله دول ان انا تحققت من هذا الكلام لا يمكن ان اصدق ان في حد عنده الباور ده او 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 او, أو القوه الطاغيه دي. وخاصه يعني انه يعني برضو انا طلبت منه في برنامج ان يطلع يرد على نفسه. الراجل ده قاعد بتبص تلاقي تقارير رقابيه وكسب غير مشروع ما جايز تكون مضروبه او مزوره او برئ منها وما معهوش مؤهل. طب اطلع طلع المؤهل بتاعك. مش علشان ما هو القانون انت ظبطته على على تكون مؤهل، لكن اطلع برضه رد على الناس. انت بتقول مهندس، يعني انا ما اقدرش اقول لك يا باشمهندس، عفوا يعني ما اقدرش اقول له غير لما اشوف الشهاده بتاعته. طب استاذ عماد، يمكن دكتور كرم وهو بيكتب في مقالاته ابرز الكلمات او ابرز الخطوط العريضه اللي ممكن تكون شفتها من دكتور كرم او مقالاته هي بتلمس حاجه معينه في الشارع الرياضي في التوقيت الحالي الزعماء. الرياضه الى اين؟ شفت له سطر كده عجبني، يعني الراجل صرخ عمل زي ابو عزيزي بتاع قال لك يعني بما معناه في كلمه الراجل ابو عزيزي ده قالها، قال لك هرمنا يعني تعبنا. اعتقد ان يعني ما التقطته من كلمات الدكتور كرم كردي انه خلاص الراجل تعب، يعني ما حدش بيرد، يعني ما حدش عاوز يرد. يقول لك خلي بالك يا ريت ما بيردوش بس يا وحيد بيه، دول بيزعلوا، دول زعلانين كان احنا الغلطانين. وبعدين تلاقي من يدافع عنهم، وللاسف الشديد اول ما يحصل خلاف بسيط ينقلبوا على بعض. زي القناه المحببه. كان في قناه محببه يعني ما معروفه، يعني انا مش خاف من حد. الوضع اختلف، مصلحه اختلفت خلاص. لا لا لا، حتى في الاتحادات في موضوع اتحاد الكوره والاستاذ حطب ما وقفش مع القناه المحببه في 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 مسيرتها، بقى حطب خلاص ده راجل بيعمل وبيعمل وبيعمل وممكن بقى بكره. والنادي الاهلي ليه حق، يعني دي الكلمه اللي وقال والنادي الاهلي ليه حق. النادي الاهلي فين والنادي الاهلي ليه حق. الحقيقه برغم يا دكتور كرم اسمح لي ان انا اتوجه ليك بهذه الكلمات. اتفضل يا فندم. يمكن تكون صوتك وقيمتك تقدر توصل اكثر ما انا، لان انا كمان تعبت وبغيب عن خلاص، يعني انا في فتره 15 يوم مش هكون موجود على الساحه الرياضيه. والحمد لله قوي ان الاضرار اللي اصابتني شخصيا وقفت عليا. لكن انا عاوز اعرف حاجه يا دكتور كرم. اتفضل يا فندم. احنا اللي بيحصل ده مش بيحصل جوه مصر؟ واللي يعني انا بيكلمني ناس من خارج مصر يقولوا ايه الحكايه؟ مين اللي بيفصل بينكم؟ انا قاعد اقول على او الدكتور كرم بيقول عليا انت بتعمل غلط واحد اثنين ثلاثه اربعه. يجي يقول لك لا ولايه على اللجنه الاولمبيه. طب اللي بتعمله اللجنه الاولمبيه ده معقوله للدرجه دي؟ كم كم التجاوز ان واحد زي ده بيخلي لنفسه المنافسه بهذا النوع من الفجور. ده فجور والله. انا ما مصدق، انا بعدت خلاص، يعني بعدت علشان ما حدش يقول ان انا صاحب مصلحه.
لكن ده على مسمع ومرأة من مين. وكل حاجة دلوقتي بقى دكتور كرم يقول لك خلي بالك اوعى تيجي ناحية فلان، ده يعني خلي بالك ده مسنود، خلي بالك ده الهيئة الفلانية هتمط عليك تعضك. كلمات بقى ايه ما بتاكلش معايا انا. لا طبعا ده كلام، هو ده كلام برضو لا بس كلام ما ينفعش يعني كده. كلام غير مقبول طبعا طبعا، لان الدولة لا يمكن انها تكون ليها دخل، لا يمكن. احنا بننتقل لمصر الجديدة. صحيح. مصر الجديدة يا دكتور كرم اللي اتفقنا انا وحضرتك وناس محترمين زيك كتير على انها خلاص مش هيبقى فيها خلي بالك ده اصله يعني الفرنت بتاع فلان وده بتاع، لا خلاص احنا المفروض عدينا المرحلة. وانا شايف طبعا ان قيادة الدولة وولي الامر اللي بدعيله من خلال قناة النادي الاهلي وفي وجود قيمة زي الاستاذ الدكتور كرم كله أن ينعم عليه ببطانة صالحة تعينه على تحقيق طموحات شعب عانى كثيرا من ظلمات الفساد وسطوة السلطة، وآن له أن يشعر بالأمن والأمان وأن يعيش عيشا هنيئا. غير كده يبقى احنا مش هنوصل لمصر الجديدة. اللي أنا شايفه في الرياضة أنا بقول على لمن يهمه الأمر، أمر من أمور الفساد الرياضي يستشفى. وانا رحت الكل، انا رحت لاكبر جهاز رقابي معني وبعدين اهو علشان لو حد عنده تعليق يطلع يقول لي وسلمتهم اوراق. انا الحقيقه يعني حاسس ان انا الظاهر عملت حاجه غلط بهذا التصرف. انا اطلت عليكم تنورتنا يا استاذ عماد. يعني طبعا يعني على مدار السنين اللي فاتت وحضرتك متواجد في النادي الاهلي كل احترام وتقدير لحضرتك، يعني شخصيه محترمه جدا، ويمكن حضرتك كنت موجود دايما بستمتع باراء حضرتك. يمكن انا تابعت حلقه لحضرتك في التلفزيون قد ايه انت كنت صادق في كلامك وحبك للنادي وخوفك على الرياضه بنفس بشكل عام. وما دام احنا بنتكلم على الرياضه فبنتكلم على النادي الاهلي، هو قاطره موجوده في الرياضه المصريه، فكان خوفك على النادي الاهلي ده خوفك على الرياضه المصريه. استاذ عماد انا بشكرك شكرا جزيلا، عضو استاذ عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي، كل التوفيق ليه يعني طبعا في المرحله القادمه. طبعا هو اعتذر ان هو يبقى متواجد في الانتخابات القادمه.